ولاية واسعدة تلك المدينة الساحرة التي تقع في شمال الغربي للجزائر، كما أنها تشتهر بمائها المعدني الصالح للشرب والذي يعرف بماء سعيدة، والذي حاز على الشهرة الوطنية والخارجية. تحوي هذه المنطقة أيضاً حمامات معدنية صحية مثل حمام الربيع الذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين من كل حدب وصوب طلباً للراحة أو العلاج. ويتوفر هذا الحمام الطبيعي على شروط الراحة والإقامة لقاصديه، ويقدم مختلف الخدمات من مبيت ومطاعم ومقاهي ومساحة للعب الأطفال، وكذا الربط بشبكة الإنترنت ومساحات خضراء ومآرب للسيارات. شكرا نعم دارين جوليه حمام مليح، نجي اون فامي، نجي خطره في الربيع وخطره في الخريف. هذا حمام معدني مليح لجميع الأمراض، نتمنى كاع الولايات يجوا يزوروا مع عائلتي، يجي إلى الحمام. قالوا لي مليح ومليح للأمراض. تلمسان سائق حافلة، وكل مرة احنا نجيو لهذا الحمام، هذا الحمام الله يبارك. كما تعد أحوض الاستحمام الجانب الأهم بالمحطة المعدنية التي يوجد بها 59 حوضاً مائياً للرجال والنساء للاستفادة من مياهه الطبيعية التي تصل حرارتها إلى 48 درجة مئوية. ومن أجل ترقية السياحة الحموية تم بهذه المحطة استحداث جناح طبي خاص للتداوي الطبيعي مجهز بالمعدات العصرية الضرورية للعلاج باستعمال المياه والأجهزة المستخدمة في إعادة التأهيل، وأصبح يقصده العديد من المرضى بشكل يومي على مدار السنة للتداوي من مختلف أمراض المفاصل مثل الروماتيزم وكذا الأمراض الجلدية، والذي يعد مكسبا مهما ومميزا في دعم السياحة الحموية في بلادنا.